اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم أكرم مقامه وأظهر ملته واحشرنا في زمرته واستعملنا في سنته. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. اللهم ذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها والتفكر في طرائقها، وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، وجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها، اللهم آمين. وبعد، فحديثنا متجدد أيها الإخوة والأخوات حول أدعية القرآن الكريم. دعاء اليوم من سورة الفلق، وهذا الدعاء في الواقع استعاذة بالله تعالى من جملة الشرور، والاستعاذة أخت الدعاء كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، الاستعاذة أخت الدعاء. فالإنسان اللي بيقرأ سورة الفلق وبيقرأ سورة الناس يجب أن يعلم أنه يدعو الله تعالى ويستعيذ به من هذه الشرور، لأن معنى قولنا أعوذ بالله يعني أحتمي وأتحصن بالله عز وجل. الاستعاذة في حقيقتها هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، كما يقول ابن القيم، هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. ولذلك يسمى المستعاذ به معاذا. وكلمة استعاذة، عشان نعرف، لأن كلمات اللغة العربية الكلمة في ذاتها بتحمل صورة، فإيه الصورة اللي موجودة في كلمة استعاذة؟ الكلمة في لغة العرب غالبا ما تحمل صورة بداخلها. كلمة استعاذة أصلها من معنيين، وهو معنيان لقولهم عوذ. العوذ هو البيت الذي تحيط به الأشجار حتى تستره، فيبقى العوذ فيه معنى الستر. والعوذ أيضا يطلق على إيش؟ يطلق على اللحم الذي التحم ولصق بالعظم، يبقى ده اسمه أيضا عوذ. لما يكون لحم ماسك على عظم يبقى اسمه عوذ. يبقى في معنى صورة الستر وفي صورة المجاورة الشديدة. فدول الصورتين اللي موجودين في كلمة أعوذ وكلمة استعاذة، معنى عاوز ربنا يسترك بستره اللطيف، وعاوز الله عز وجل أيضا تكون مجاورا له. بس هذه المعاني معاني قلبية، هذه المعاني بتنسحب على القلب، الستر والمجاورة هذه معاني قلبية. الإمام ابن القيم يقول: والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معا. يعني فكرة الستر وفكرة المجاورة في معنى الاستعاذة كلام صحيح، والاستعاذة بالله من الشرور ينتظم فيها هذان المعنيان، لأن المستعيذ كأنه مستتر بالله تعالى، متمسك به، معتصم به، قد استمسك قلبه به ولزمه. زي بالضبط طفل صغير رأى ما يخيفه وما قد يؤذيه، فاستعاذ بذلك، فاستعاذ بأبيه من ذلك،
حتى ارتمى في حضن أبيه ليعوذه وليحميه وليحصنه من هذه الشرور. فالمقصود هنا فقط التمثيل والتقريب والإشارة لما يحصل للقلب، لأن معنى أن القلب يستعيذ بالله بهذه الصورة، هذا المعنى كما يقول العلماء يدرك ولا يوصف. هذا المعنى يدرك ولا يوصف، هي بتبقى حالة قلبية. الاستعاذة دي وحصول التحصن بالله عز وجل ده معنى قلبي. ولذلك الإمام ابن القيم يقول: لو أردنا أن نصف لذة الوقاع لعنين ما استطعنا ولا يمكن أن يتصوره، لأن ما عندوش الإدراكات هذه. فكذلك هذه الأمور لا يدركها إلا من ذاقها. إنسان مشتغل بذكر الله تعالى وتجاوز مرحلة الشهوات ووصل إلى مرحلة النفس المطمئنة ودام ذكره لله تعالى، فأفاض الله تعالى على قلبه بالنور حتى يشعر دائما بمراقبة الله تعالى له وبمعية الله تعالى له وولايته له. فهذه المعاني تدرك ولا توصف. ولعل ابن القيم هنا أيضا متأثر بالإمام الغزالي رحمه الله تعالى، لأن هذا المعنى وهذا المثال بذاته موجود في المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للإمام الغزالي. المهم الحاصل أن الإنسان ضعيف ويحتاج دائما إلى ركن شديد يعتصم به ويحتمي به، ومن هنا جاء معنى الاستعاذة. فالاستعاذة طلب الحمى والتحصن بالله عز وجل. يبقى معنى الاستعاذة لما أقول أعوذ بالله ده في أصله معنى، فيه معنى السؤال والدعاء، ولأن فيه إظهار الحاجة وقلة الحيلة والتعلق بجلال الله تعالى وعظيم قدرته. فالاستعاذة فيها معنى تحقيق العبودية، وفيها معنى التحقق بمقام الربوبية أو بحق الربوبية لله تعالى. ممكن الإنسان يقول: طيب بس الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأعطانا العقل الذي به نستطيع أن نجلب لأنفسنا ما ينفعنا وأن نصرف عن أنفسنا ما يفسدها ويضرها، وهذا صحيح، لكن المأساة تكمن في فك هذا الارتباط بين النعمة ومسديها سبحانه وتعالى. الإنسان كلما طال به العمر يظن أن هذه النعم، يأخذ هذه النعم على أنها مسلمات، ويأخذ نعمة العقل على أنه شيء مسلم ويستطيع أن يدير بهذا العقل كل الأمور وأن يدير شؤون العالمين، لكنه يصدم عندما يعلم أن كل شيء لا يتم على مراده. يصدم عندما يواجه تقلبات الحياة والشرور التي قد تكون خارجة عن قدرته، بل وخارجة عن إرادته أحيانا، حتى إنها لتدخل الناس القبور. من أجل ذلك ينبغي أن يتحلى الإنسان بنوع من العقل الصحيح ونوع من التواضع ليستعيذ بالله تعالى من الشرور مهما أوتي من علم ومهما أوتي من قدرة، لأن مفهوم الاستعاذة هنا معناه إظهار الحاجة وأن الله تعالى هو مالك الأمور ومسيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة، يعني مثلا من هذه الاستعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ما أجمل وأرق وأجل هذا الدعاء. هذا الدعاء وهذه الاستعاذة النبوية تنسحب على واقعنا وتدلل على ما نعيشه الآن في ظل هذه الأزمات والوباءات، تدلل فعلا على حاجتنا لهذه الاستعاذة. فكم من نعمة زالت وكم من
موت فاجأ الناس، وكم من سخط وقع على عباد الله تعالى. فهذا الدعاء من أعظم ما ينبغي أن نتمثل به في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الاستعاذات، وده معنى الورد. ده معنى الورد. لازم أي إنس زي ما بتصلي 5 مرات في اليوم لازم يكون لك ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له هذه الأوراد في الصباح والمساء، كان كل يوم لازم فيه استغفار، كل يوم لازم فيه استعاذات، وكما سيأتي معنا هذا في فضل المعوذتين أو المعوذات إذا أدخلنا عليهم سورة قل هو الله أحد من باب التغليب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وسمعه الصحابة أيضا يقول كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشرور ومنكرات الأخلاق، كما عند الترمذي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والاستعاذات النبوية كثيرة جدا وصحيحة، ينبغي أن تكون وردا للعبد الذي عظمت صلته بالله تعالى، لأن الاستعاذة كما قلنا فيها معنى إظهار الحاجة مهما عظمت ملكاتك، وهو ده الدرس اللي الناس اتعلمته من كورونا، إن ينبغي أن نظهر حاجتنا وافتقارنا إلى الله مهما بلغت ملكاتنا العلمية. وكل اللي بيحصل دلوقتي شغل فاكسينز. فاكسين مش معناها عدم الإصابة، فاكسين معناها تقليل الأمر شوية، وإلا فالتحرز هيظل واجب إلى أمد، نسأل الله تعالى أن يكون قريبا بلطفه ومنه سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا ألا يغتر الإنسان بما أوتي من علم. مش عاوزين ندخل تاني في موضوع كورونا، كل ما تأتي مناسبة نغير الموضوع. كثرة الاستعاذات النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتها أشار خاصة إلى أهمية الاستعاذة بالمعوذتين، بيقول هو أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. روى النسائي عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر ذكر لنا أحاديث كثيرة في فضل المعوذتين أو المعوذات. عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة قل. يقول: فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، يعني للمرة الثانية. فعقبة قال: اللهم اردده علي، يعني يا رب النبي صلى الله عليه وسلم يحاورني مرة ثالثة. فقال يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. يقول: فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس، السورة. يقول: فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. يعني أعظم ما يستعاذ به سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا سؤال، وهذه استعاذة، وهذا دعاء، وهي أعظم ما يستعاذ به، لأنها جمعت كل الشرور. لأن الشرور ممكن تصدر من إنسان، وممكن تصدر من شيطان، ممكن تكون معلومة، وممكن تكون مخفية، وكل هذه الأنواع موجودة في السورتين. ولذلك عقبة أيضا كما عند مسلم
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة بعد دبر كل صلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى هذه الصور في الصباح والمساء 3 مرات. ولذلك بعض العلماء بيستسهلوا الأمر ويقولون إن بعد كل صلاة مرة واحدة ما عدا الفجر والمغرب 3 مرات، يبقى كده الحديثين أصبنا الحديثين بهذه السنة. بعد كل صلاة الإنسان يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يتحصن بهما من كل أنواع الشرور. كما ذكرنا من قبل، الدعاء هو لغة القلب مش لغة اللسان، آلة الدعاء هي القلب مش اللسان، فليس المقصود تمتمات اللسان، بل المقصود أن يخرج هذا الدعاء من القلب وانت بتستشعر افتقارك وحاجتك وعدم اعتدادك بملكاتك، عندئذ يكون للدعاء معنى. طيب، خلينا ندخل مباشرة عشان الوقت بيمر سريعا على شرح سورة قل أعوذ برب الفلق. الأسبوع القادم نتكلم على قل أعوذ برب الناس إن شاء الله تعالى. نشرح كده شرح بسيط لهذا الدعاء حتى نعلم ما نقول. الله عز وجل يقول آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من الأدعية التي جاء فيها الأمر بقل، زي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وتحدثنا كثيرا عن أدعية بدأت بقل، وهذه الأدعية اللي بتبدأ بقل فيها إشارة إلى أن يتخذها الإنسان وردا وإشارة إلى أهميتها. الله عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق. احنا تكلمنا عن معنى أعوذ، يعني إيه الفلق؟ رب الفلق، الفلق يعني إيه؟ الفلق هو الصبح، رب الفلق، الفلق هو الصبح. لكن كلمة فلق أصلا معناها شق الشيء عن الشيء، لما تشق شيء فيخرج عنه شيء آخر، اللي خرج ده بنسميه فلق. فقل أعوذ برب الفلق يعني أعوذ بالله تعالى وهو رب الصبح. يعني إيه؟ يعني هو الذي بقدرته وعظمته فلق وشق ظلام الليل حتى خرج منه الصبح. يعني أعوذ بالله الذي شق ظلام الليل وأخرج منه إيه؟ الصبح. وكلمة فلق ممكن تطلق على الماء الذي نبع من بين الجبال، وعلى النبات الذي خرج من الأرض، وعلى المطر الذي خرج من السحب، وعلى الأولاد اللي بيخرجوا من رحم أمهاتهم، لأن كل هذه الأمور بيحدث فيها فلق، خروج شيء عن شيء بقدرة الله تعالى. لكن العرف في اللغة أن الفلق يطلق على الصبح خاصة، كما في قوله تعالى فالق الإصباح. قل أعوذ برب الفلق يعني أستعيذ، أعوذ بالله، بترمي نفسك في حمى الله عز وجل، مش بتطلب الحمى، ده أنت بترمي نفسك في الحمى. أعوذ، قل أعوذ برب الفلق الذي فلق ظلام الليل بنور الصبح وفلق ظلمة العدم بإشراق نور الوجود. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أعوذ بالله تعالى الذي أحدث النور بعد الظلام، أعوذ به من كل شر في أي مخلوق، وأعوذ به من كل شر على ظهر على يد أي مخلوق، سواء كان إنسيا أو جنيا أو دابة أو صاعقة أو هامة أو كل أو أي نوع من أنواع البلاءات. ليه؟ لأن احنا بنؤمن أنه لا عاصم إلا الله، ولا مالك إلا الله،
ولا متصرف في أمور الكون إلا الله عز وجل. طيب ليه ما قلناش قل أعوذ بالله من كل الشرور؟ إيش معنى رب الفلق؟ ما كل كلام في القرآن له مناسبة، وكنا ألمحنا إلى هذا في آخر لقاء ذكرناه، إن علاقة رب الفلق بالاستعاذة من الشرور علاقة لطيفة جدا، وكأنك تقول يا رب القادر على إزالة الظلمات الشديدة عن هذا الكون وإظهار الصبح والفجر، قادر على أن يدفع عني ما أخافه وما أخشاه أو ما وقع بي من أذى أو ضرر. وأيضا الإمام الرازي ذكر معنى آخر وقال إن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج، طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح، كذلك الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح. فالصبح كأنه بشرى، الصبح كأنه كالبشرى. فدا علاقة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم أمرنا الله تعالى أن نقول ومن شر غاسق إذا وقب. يعني إيه غاسق إذا وقب؟ الغاسق معناه الليل، شدة ظلام الليل، ولذلك الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى ظلامه. تكلمنا عن هذه الآية من قبل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اللي هو شدة ظلام الليل إذا وقب، يعني إذا دخل وهجم وتوارت وغابت الشمس وتوارت في الأفق. عند حصول الليل قد يحصل ما يخيف الإنسان وما يرعبه، حتى إلى الآن يظل الليل مسرحا للجرائم إلى الآن، مع ما نحن فيه من إظهار الأنوار، لكن الليل يظل إلى الآن مرتبطا بما يخافه الإنسان ويخشاه. طيب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات ينفث يعني ينفخ، العقد أي شيء، كل أي شيء مربوط ومحكم. إيه نفاثات في العقد دي بقى؟ يعني واحدة بتنفخ في شيء معقود؟ النفاثات في العقد العلماء قالوا تحتمل معنيين. المعنى الأول إشارة إلى النساء اللاتي كن يمارسن السحر، وكان هذا غالبا بين النساء في ذلك الزمان المنصرم. فالنفاثات في العقد الساحرات إذا قمن بسحرهن، أو النفاثات في العقد، العقد أي شيء، أي عقدة أو أي علاقة، والذي ينفث فيها يخربها، زي عقدة النكاح اللي بيمشي بين الناس بالنميمة عشان يزيل عقدة النكاح، كأنه نفاثات في العقد، وإن كان أغلب كلام العلماء على المعنى الأول. بس هنا أمرين، صحيح أن السحر موجود في القرآن لا يستطيع أحد أن ينكره لأنه موجود في القرآن نصا، وما فيش داعي لأي تأويلات عقلية، لكن في أمرين في هذا الموضوع. الأمر الأول أنه لا يجوز لأحد أن يتصور أن للساحر قوة ذاتية، كده يبقى دخلنا في مشاكل عقدية أصلا. لا يجوز لأحد أن يعتقد في أن للساحر قوة ذاتية، ولذلك كل الخوف ده كلام فارغ لا معنى له. فلازم يبقى فيه توازن، لا هنقول ننكر ولا نقول خزعبلات، هو موجود لكن في حدود بيضبطها الدين، موجود زي أي شر في الكون. فالضابط الأول ألا يعتقد الإنسان أن للساحر قوة ذاتية، والقرآن أشار إلى هذا المعنى إشارة مؤكدة في سورة البقرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ده أسلوب قصر، وما هم
إلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الساحر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلا يجوز للإنسان أن هو يعلق كل مشاكله على موضوع السحر، وكأن الساحر ده ند لله بيتصرف في الكون. لا لا، ده كلام غلط، خطأ 100%. ولذلك هنا إلا بإذن الله، زي ما ربنا بيقدر وقوع أمر، وقوع شر، قد يقدر وقوع شر من هذا الطريق. فالمقصود هنا، المقصود هنا اللجوء إلى الله والاستعاذة بالله حتى تبطل الاستعاذة فعل السحرة والشياطين والجن وشياطين الإنس والجن كمان. فالإنسان عنده إيمان بربه وبيقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، خلاص يشوف شغلانة بقى تانية، يشوف شغلانة أخرى، وما يقعدش يعلق كل مشاكله على حسد وسحر. الإنسان يجرد التوحيد ويرتقي من الأسباب إلى أن يصل إلى مسبب الأسباب ويستعيذ بالله ويشوف ورائه، ولا يشغل نفسه بهذه الأمور التي لا ننكرها، لكن لا نقر التمادي في الفكر فيها، لأنه بيصبح مرض، وممكن هذا المرض هو أصلاً يكون هو سبب المشاكل، اللي هو الاستغراق في إن الإنسان مسحور، الاستغراق في إن الإنسان يترصده فلان آخر ليأذيه ويوقع به الشر والأذى. ممكن الفكرة العقلية دي هي المشكلة وسبب البلاء. ولذلك في ناس كثير وقصص كثير بتدل على إن بعض الناس يدعي هذا. يعني واحدة تقول، ولا يلا بلاش ندخل في قصص. طيب، الأمر الثاني أنه لا يجوز الانشغال بهذه المسائل، وما يجب أن ننشغل به هو الاستعاذة. ولذلك الإمام ابن القيم لما جه يتكلم على أسباب دفع الشرور وشر الحسد وشر السحر، قال العاشر، ذكر 10 أسباب، رقم 10 قال تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها. لازم تؤمن أن كل شيء بيد الله عز وجل. خلينا نقول إن هو مرض روحاني، يبقى علاجه إيه؟ علاجه علاج روحاني. إيه العلاج الروحاني؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تجريد التوحيد، الدعاء، شكرا، السلام عليكم. أكثر من كده يبقى استغراق فيما لا يفيد وما لا ينفع. ولو في إنسان بيقول رقية ما هيزيدش عن هذه الأمور، هيقول اتوضي، وهيقول صلي، وهيقول حافظي على الصلوات، وهيقول ادعي بهذه الأدعية اللي هي أمور المفروض كل إنسان بيعملها أصلا. لكن المقصود لو ده مشكلة روحانية فتقابل بحل روحاني، وهو إيه؟ الاستعاذة واللجوء إلى الله تعالى واطمئنان القلب بأن الله تعالى هو مدبر الأمور، حتى لا نغالي لا في يمين ولا في شمال ونكون في الوسط. طيب، بعد كده الله عز وجل يذكر شرا آخر، وهو قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد بلوى كبيرة أخرى. الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره. إذا حسد يعني إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، وده برضو فيه رحمة، كأن فيه إشارة إلى أن الحسد، مجرد الحسد، مجرد تمني الشر الذي يطرأ على القلب ربما لا يضر أو يكون ضعيفا، لكن البلاء هو أن يعمل الإنسان بمقتضى هذه الخطرات الشريرة اللي في قلبه، يعمل بمقتضاها من إلحاق الأذى بالمحسود. ولذلك قال ومن شر حاسد إذا حسد. ولذلك ابن عطية رحمه الله تعالى يقول إذا حسد
معناها أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده، فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين، فإن عين الحسود قاتلة. وده برضو من المعاني التي لا ينبغي أن نفرط فيها، لكن هي حقائق موجودة بل وملاحظة ويعيشها بعض الناس. نسأل الله تعالى أن يعيذنا بلطفه من كل هذه الشرور. المقصود أن الإنسان لسبب ما نفسه خبيثة أو فيها خبث، فيتمنى زوال نعمة من إنسان، ممكن يطرأ هذا الخاطر ويزول ويبقى الحمد لله كفانا الله شره أو كفانا الله شر أنفسنا. لكن الإشكال الكبير هو أن يمضي الإنسان هذا الحسد اللي في قلبه ويخرجه بقى على صورة قول بأن يفسد ما بين الناس، يبقى هو إفساد بالقول لكن أصله حسد، وممكن الحسد ده جه بسبب عداوة، والعداوة ولدت حقد، والحقد ولد حسد، والحسد أدى إلى إظهاره بالقول أو الفعل أو فعل ما يمكن أن يوصل الأذى إلى الناس. فدي المعادلات بتاعة الحسد. ولذلك الإمام القرطبي أيضا قال: قال العلماء الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيطلب عثراته. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك أخوة يوسف. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها بل يعصيها طاعة لله تعالى وخوفا وحياء منه وإجلالا له عز وجل، أن يكره نعمة الله على عباده. في واحد كما ذكرنا قد يأتي هذا كخاطر، لكن يدفع هذا الخاطر على النفس بأن يدعو لهذا المحسود، يدعو له أو يحسن إليه حتى يروض هذه النفس على حب هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده. ولذلك احنا قاعدين نقول نتكلم على أدعية القرآن. أدعية القرآن فيها دروس، معناها إذا كنت أنت بتدعو الله أن يعيذك من شر الحساد، معناها لا تكن أنت حاسدا، معناها أنك أيضا لا. وإلا أنت يرضيك أن الناس تقول يا رب أعذنا من شر فلان، وانت تكون عند الله الحاسد اللي الناس بتطلب التحصن بالله منك، يعني يرضيك هذا المشهد؟ فهذه الصورة بتدلك على أنواع من الشرور القاسية التي لا يجوز أن تتمثل بها، لأنها بلغت من الخبث وبلغت من الضرر بحيث إنه لا يدفعها إلا اعتصام المرء بربه منك. مشكلة كبيرة. فلذلك إحنا كلنا بشر وكلنا بنحب المنافسات، ومن المنافسات قد يظهر الحسد، لأن الحسد له درجات كما سيأتي. فممكن يأتي هذا الخاطر، فينبغي على الإنسان أن يتعهد نفسه إن تسرب إليه هذا الخاطر الشيطاني أن يوقف هذا الخاطر بأن يدعو لهذا الإنسان وأن يحسن إليه، فيكف النفس عن إرادة الشر بالغير. ليه لازم الإنسان يتعهد قلبه بألا يحسد غيره؟ لأن الحاسد في النهاية سيضر صاحبه، ولذلك الحاسد يضر نفسه مضرات. أولاً اكتساب الذنوب، لأن الحسد كبيرة وحرام. والثاني سوء الأدب مع الله عز وجل. أنت بتحسده ليه؟ عشان ربنا اداه؟ تم. واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، الذي أعطاه يمكن أن يعطيك ويمكن أن يعطيك أعظم منه، فلماذا تنشغل بإرادة السوء له بسبب ما أعطاه الله له؟ انشغل أنت بطلب مثله أو أفضل منه،
أو انشغل بطلب أن يرزقك الله تعالى قلبا راضيا، تبقى أحسن من الجميع. والثالث، لأن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله تعالى على عبده واعتراض على الله تعالى في فعله. الثالث تألم القلب من كثرة الهم والغم، ولذلك تبقى ظالم وشكلك مظلوم، يعني تبقى ظالم بتريد الأذى للناس ومش عاجبك أقدار الله للناس، وفي نفس الوقت بتعاني من الهم والغم، كأنك ظالم ومظلوم معا. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد، لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد، لأنك هو ظالم لأنه يريد إلحاق الضرر بالناس وإزالة الخير عنهم، لأنه مشكلة، لأنه لا يرضى إلا بإزالة النعمة، ملوش حل. لكنه مظلوم لأنه شكله مظلوم لأنه بيعاني هو أيضا، يعني هو يريد أن يعاني الناس وهو في ذاته يعاني من الغم والكرب الذي نزل به بسبب نعمة أعطاها الله تعالى لفلان. وممكن فلان المنعم عليه ده يكون عنده مصائب وبلايا أصلا، لو قلنا له خذ ما عنده من نعم وبلايا لقال لا يكفيني ما أنا فيه. يعني ممكن المحسود الذي أفاض الله تعالى عليه بنعمة ممكن هو نفسه يكون مبتلى، فلماذا تنظر أنت إلى النعمة فقط؟ ممكن ربنا بيكافئه لأنه صبر على بلاء لا يمكن أن تصبر عنه ولا ترضى بهذه المعادلة. ما كان في زمان، عشان الناس ترضى بأقدار الله تعالى لهم، كان في زمان رجل فيلسوف كبير، فجاءه الناس كل واحد كل يوم يأتيه بشكوى: أنا عندي بلاء كبير، أنا عندي بلاء كبير، أنا عندي بلاء كبير. فحب يحللهم المشكلة دي، فقال لهم: خلاص كل واحد يأتيني يوم كذا ويكتب في ورقة البلاء الذي أصابه. فقالوا سهلة. فجاءه في هذا اليوم خلق كبير وجاب الصندوق الكبير، وكل واحد حط البلاء بتاعه في هذا الصندوق في الورقة، فطلب من كل إنسان أن يسحب ورقة ليكون ما فيها هو نصيبه من البلاء. واضح كده؟ فكل ما واحد يأخذ ورقة يقول: لا أنا عاوز البلاء بتاعي، أنا عاوز الورقة بتاعتي أنا. فالمقصود إن الإنسان اللي بتحسده هذا لا يمكن أن تتحمل جملة أقدار الله له، فهتكون أنت كمان مش بس ظالم، هتكون غير شكور وتنكر نعم الله تعالى عليك. طيب، بس مش كل حسد حرام، لأن الحسد لا يكون إلا على نعمة، وفيه واحد يكره النعمة على إنسان ويتمنى زوالها والعياذ بالله، وده الحسد. طيب لو شاف نعمة على إنسان وتمنى مثلها، ده ما فيهش مشكلة، ده غبطة أو منافسة. القرآن يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى كلمة تنافس من النفاسة، يعني المفروض التنافس ده والكومبتيشن دي تبقى في أمور نفيسة. ولذلك أحيانا المنافسة تكون واجبة، يعني في الصلاة والزكاة والأمور الواجبة المنافسة فيها تكون، بس ما حدش بيحسد حد أبدا على صلاة. عمرك شفت واحد بيحسد واحد لأنه بيصلي، أو بيحسد واحد لأنه بيتصدق، أو بيحسن واحد لأنه أحيانا، بس ده يبقى نوع غريب. يحسده كمان في أمور الدين، تما تقوم تصلي وتبقى أحسن منه. فبس ممكن واحد يقول: بس ما أقدرش، وده يبقى بسبب خبث النفس ويحتاج إلى علاج شديد. أحيانا المنافسة تكون مندوبة، زي واحد بينفق في سبيل الله في غير الزكوات، ده المنافسة تكون مندوبة،
يعني ينبغي الإنسان أن يتمنى أن يكون مثله وأن يعمل بعمله وأن يجتهد ليكون من أهل الصدقات. فمش عاوزين ندخل نفصل في موضوع الحسد حتى لا يخرج الكلام عن سياق هذا الدعاء. يبقى الله عز وجل بيرشدنا في هذه الصورة إلى أن نتحصن به سبحانه وتعالى ونعوذ به من هذه الشرور، من شر أي من أي شر يصدر من أي مخلوق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ظلمات الليل وما يحدث فيها من أضرار عندما يهجم الظلام علينا، ومن شر النفاثات في العقد، من شر ضرر أي حاسد أو ضرر أي مفسد للعلاقات أو أي ساحر، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر من استكثر علينا نعمة الله تعالى وتمنى أن تزول عنا وسعى في تحقيق هذه الإزالة فتتمنى من الله تعالى إيه كل هذا. طيب، قوله تعالى من شر ما خلق فيه تعميم، لما قلنا في البداية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تم داء هذا الكلام إلى هذا الحد يكفي، فلماذا أتبعه الله تعالى بهذه الأمور المخصوصة اللي هي الليل والسحر والحسد؟ لأن هذه أمور خفية، هذه أمور خفية قد تخفى على الإنسان وقد يخفى مصدر ضررها، ولذلك سردها القرآن حتى نكون على علم بها. فالمقصود من هذه الصورة كما ذكرنا في البداية أن نستعيذ بالله تعالى من هذه الشرور المذكورة، وأيضا من باب أولى السورة تنبهنا إلى أن ألا نكون من أهل هذه الشرور الذين بلغوا من الشر والخبث مبلغا يدفع الناس أن يستعيذوا بالله من شرورهم. فإياك أن تكون ممن شغلته أن يلحق الضرر بالناس، أو بمناسبة الضرر موضوع الفيروس كمان، يعني واحد عنده هذا الفيروس، نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا وأن يشفي المرضى وأن يتقبل موتانا وموت المسلمين، اللهم آمين. الإنسان عنده هذا الداء ويخفيه على الناس لأنه لا يريد أن تكون وصمة، لا ليست وصمة، هو كلام منتشر، كلام منتشر ليس لا يستطيع له الإنسان دفعا ولا صرفا، لا وصمة ولا غير، لكن أن تخفيه على الناس فيتضرر الناس بخلطتك وصحبتك، وبعدين يقع أحدهم مريضا وقد يموت وتنجو أنت، ده ممكن تقول إن في شبهة قتل إذا تعمدت هذا، إذا تعمدت إلحاق الضرر بالناس. واحد عنده 60 سنة ولا 70 سنة وأخفيت هذا عنه، وأحيانا يصيب الشباب أيضا وأخفيت عنه، فأنت بذلك تلحق الضرر بالناس، ولا تقول لا أدري، لأن ده أصبحت من الأمور المعلومة بالضرورة في هذا الزمان. وكذلك ينبغي أن تبعد عن الحسد خاصة، ولا تتعرض لأسبابه، ولا تتعرض لأسبابه، ما تقول ليش أنا ما عنديش حسد، لا تتعرض لأسباب الحسد، يعني العداوة والبغضاء قد تولد حسدا، التعزز قد يولد حسدا. تعزز يعني إيه؟ يعني أن يثقل عليك أن يترفع عليك غيرك، يعني يثقل عليك إنك تجد إنسان في مكانة أعلى منك، ده قد يورث الحسد، والحسد قد يؤدي إلى أن يظهر بالقول والفعل وإلحاق الضرر بالناس. كذلك الكبر قد يؤدي أيضا إلى الحسد. كذلك من أسباب الوقوع في الحسد الخوف من فوات المقاصد، وهذا يختص بمتزاحمين على مقصود واحد، زي ما الإمام الغزالي بيقول،
ولذلك تجد الحسد بين الأقران وبين أصحاب الصنعة الواحدة وبين الأقارب، لأنهم يتنافسون على مقصود واحد، أو ناس في عمل بيحسدوا بعض لأنهم بيتنافسوا على مقصود واحد وهو نيل حظوة عند رئيس العمل، فيحسدوا بعض يوقعوا ببعض عشان ينال الحظوة، أو أقارب أو أولاد مع أبوهم، أو أصحاب صنعة واحدة. وذلك الطبيب هيحسد طبيب، الطبيب ما هيحسدش شيخ، الشيخ هيحسد شيخ، الشيخ ما هيحسدش طبيب، لأن الجهة منفكة. فدي أمور خفية، أمور خفية، لكن ينبغي للإنسان أن يتحسس لها، وإن علم خطرانها على قلبه أن يوقفها بالدعاء لهذا الإنسان أو الإحسان إليه أو وغير ذلك، حتى يوقف غي هذه النفس. كذلك حب الرياسة أيضا وطلب الجاه، حب اللي بيحب الرياسة هيدمر الدنيا. ليه؟ لأن اللي بيحب الرياسة والجاه لا يحب أن يكون له شريك، لا يحب أن يكون له منافس، ولذلك هيقضي على منافسه وإن كان أصلح منه وأهلا لوظيفته منه. السبب الأخير، وده اللي ملوش علاج إلا أن يتدارك الإنسان، إلا أن يتدارك الله تعالى العبد برحمته، وهو خبث في النفس. واحد ما عندوش رياسة ولا عنده كبر ولا، بس هو كده لو عايش في قارة أخرى ممكن يحسد الإنسان. ولذلك ده من أحد الفروق بين العائن والحاسد. العائن لما يشوف، لكن الحاسد ده يعني كأن فيه قوة وتيار كده خفي وطاقة خفية تتجاوز المحيطات. نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم أجمعين. مقصود هذا اللقاء هو أن الإنسان يكون له ورد يومي للاستعاذة، أقل شيء بعد دبر كل صلاة إنك تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، وعند المغرب والفجر تقولهم 3 مرات، ده أقل القليل. بس تقول هذه الأمور بقلب حاضر كما ذكرنا، وانت بتستشعر الافتقار وبتستشعر جلال الربوبية، يبقى بتستشعر ذل العبودية وجلال الربوبية، وتقول بقلب منكسر لأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، وبتصرف أمورك لله. واللي بيعمل كده يبقى ريح نفسه ولا يشيل هم من هموم الدنيا، لأنها لا تستحق، زي ما بيقولوا ما تستاهلش. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، اللهم آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.